اهلا بكم في اكس فاكتور. ثلاث حلقات عدوا وباقي الحلقه الرابعه من المرحله الاولى. انت عندك اكس فاكتور. في الحلقه اللي فاتت المشتركين اتنفسوا قدام اللجنه والف واحد من الجمهور وكله كان عنده هدف واحد، الجائزه الكبرى. انا الاكس فاكتور. يعني مستحيل في حد على وجه الأرض ما يحب مصر. ما شفنا شيء أبداً. ما بدي كف. شو هذا يا غير؟ مش معقول هيك كفي طيب. كيفي رح أقول له يس. بيج يس. يس. لا مش محتارة يس. والليلة المواهب لازم تبهر اللجنة عشان تخطو أول خطوة وينتقلوا للمرحلة التانية. الله الله. صوتك زكي جميل 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 جدا. حبيت صوتك واحساسك كثير. رح اقول لك يس. يس يس. زال بدنا نشتغل حبيبي. كنت عم تنشزوا كل الوقت بس ما اجيت لعندك، جيت للبنان. لجنة الحكم تماما اخالف. انتوا بتحضروا اخر حلقه من المرحله الاولى، الليله كلها حماس عشان مفيش غير برنامج واحد. وائل مفيش الا اكس فاكتور. النجم الجديد ابتدى وبرنامج اكس فاكتور وصل. عم نفتش عليك. ثلاث حلقات عدوا والليله هي الحلقه الرابعه والاخيره من اول مرحله، مرحله اختبار الاداء. والليلة مش بس هنعرف مين هم المشتركين اللي هيتنقلوا معانا للمعسكر، الليلة الفئات هتتوزع على لجنة التحكيم وكل فرد من اللجنة هيكون مسؤول عن فئة. وفي قانون البرنامج اللجنة ملهاش يد في اختيار الفئة بس من حقها تتمنى. اليوم اخر نهار اوديشن، ما بعرف هيك حاسه انه شوي تحت نفسيا لانه بلشت الامور شوي تصير اوضح، الفئات بلشت تكمل. كارو الفنانه شمله مع خلفيه مسرح، يعني خبرتها عاليه جدا وحتتوقع اداء عالي من فئتها. بكل فئه في ناس بتحمسك. إليسا حائزه على ثلاث جوائز من World Music Awards، يعني في احتمال الفئه اللي تكون مسؤوله عنها يعيشوا تحت ضغط منها عشان يكسبوا الجائزه الكبرى، وده اسلوب إليسا، اسلوب يكسبك جوائز. انا احب فئه الصبايا اذا الله راد ان شاء الله. اذا بترجع لي بفضل يكون عندي او جنس اللطيف من البنات اللي تحت ال 25 او البنات اللي تحت ال 25. والموضوع مش على راحتهم عشان الاختيار مش اختيارهم. والله انا بقول لك الفئه اللي ما بدي اياها عشان ما تحطوها في بالكم. اللجنه وصلت والكل بقى جاهز في المسرح، الاعصاب مشدوده واليوم هيكون طويل. خلينا نبتدي. جرب المايك. معك حي معك. واقف شوي. لا لا منيح. لا منيح. زي ما انتم شايفين الناس في المغرب فوق بعضيها. نعيمه سابت بلجيكا وجت مخصوص اكس فاكتور عشان تجربه جديده وعندها امل في تغيير حياتها. اسمي نعيمه صيوري، مغربيه من مدينه فاس من المغرب. جات واحد الفتره اللي كان شويه صعيبه عليا، انا اكبر اخواتي في المنزل، حملت تقريبا كل المسؤوليه. اشتغلت كعارضة ازياء في بلجيكا، يعني هذه الظروف اللي جعلتني شويه نبقى بعيده على الفن. و
ولكن دابا الحمد لله يعني الظروف ولات احسن ولو غنشارك في البرنامج ونحاول يعني كان عندي شويه مشكل مع الوالدين ديالي ما كانوش قابلين ونهار اللي هما يعني كلشي داكور وتقبلوا باش نبدا في الغناء جات الظروف اللي ما قدرتش السبب اللي خلاني انا تاخرت وتنقدم يعني في هذا السن يعني ما قدمش في 17 سنه 18 مساله تخص العائله ديالي هذا هو الحلم اللي ضحيت بزاف ديال السنين من العمر ديالي فتمنيت ان شاء الله ان يكون عندي حد مساء الخير مساء النور نعيمه صيوري مغربيه عايشه ببلجيكا حاسه هيك شوي عيني كده بلانين في موضوع يعني في موضوع برايفت شخصي عيلتي كانوا ضد بس هم معايا يعني هلا هن عارفين انه انت على المسرح طبعا معنا. هم اللي وعيلتي هم اللي شجعوني اليوم طيب نعيمه انا راح اتمنى لك التوفيق لا تبكي يا ورود بتعب ضل تغني بغياب لا تبكي يا ورود بتعب وضل تغني بغياب ولما يعود المشوار كون زي العبواب ولما يعود المشوار كون زي العبواب يا مين اللي عندك يحملني وقلك جاي تخبيني تأمرني هيدو تسألني يا عمري بتحبيني ولما يعود المشوار كون تزيدي عبوار ولما يعود المشوار كون تزيدي عبوار نعيمة حبيبتي في شغله حبيتها انت وعم بتغني انك عرفت توظفي حزنك وزعلك بالمغنى بطلب منك شغلتين بس تنتبهي على لفظك يعني صبيه حلوه وانا هون بتتعطل عندي لغه الكلام تفضل يا استاذ فايتة عم تبكي لعنا رح اخذ هالشيء بعين الاعتبار كله عندي بيقطع بس مش واو يعني ما بدي اعطيك توقعات كثير عاليه يعني نعيمه انا وصلتيني يعني انا وصلتيني احساسك وصلني انا رح اقول لك يس ثانك يو ميرسي كفوري انا بقول لك يس يس ميرسي ثانك يو لسه عندك انا رح اقول لك يس يعني انا اوافق اللجنه المحترمه هذا الراي واعطيك يس من عندي سواء عندك اربع يس موفقه بهدي الاغنيه دي لمين ماما وصابرين وكل اخواتي هذا هو الحلم ديالي حلم حياتي الحلم ما بيستناش حد زي القطر لازم تلحقه او هيفوتك في ناس بتتاخر وما بتقدرش تلحق حلمها وفي ناس بتشتغل حاجات كتيرة قبل ما تحس إن الوقت أزف والقطر ممكن يفوتها زي سامح صنديد من سوريا اسمي سامح صنديد فلسطيني من سوريا شقيت وتعبت كتير اشتغلت مليون شغلة اشتغلت ببسطة بعدين اشتغلت بالصبار ثلاثة اشتغلت بمحل موبايلات أربعة اشتغلت بشركة مقاولات خمسة اشتغلت شوفير صينية بعدين آخر شيء اشتغلت بشوفير تاكسي وصار لي 8 سنين بقدم ببروغرامات ولهلأ ما كنت أنجح شو المواصفات اللي هن بياخذوها البروغرامات ما بعرف شو هي جاي اقدم اكس فاكتور ان شاء الله بدي انجح الاكس فاكتور هو هلا نقطه كثير مهمه بحياتي يا بتخليني اصعد يا بضل مثل ما انا ماسك نفسك ان شاء الله بدي غني احلى ما عندي مش حاسس لا بدي غني احلى ما عندي عليلي جاي انجح انا باذن الله بقى على كمان كانك على المسرح انجح باذن الله هو ده اللي انا عايزه يلا خش كسر الدنيا يلا حبيبي جود لك مساء الخير بونسوار على جنتنا الكريمة ومساء الخير للجمهور العزيز
تعرفنا عن اسمك. أنا اسمي سامح صنديد. أول مرة بتقدم على برنامج هوات؟ أنا مشكلتي مع برامج هوات مشكلة كبيرة كتير. احكي لنا. قدم كتير هيدك. من سنين صار لي عم أقدم. ما شاء الله. من سنين مو عم بنجح. ليش؟ ما بعرف. طيب شو السبب؟ ما بعرف. هلا بنقول لك. بدي أعرف السبب منكم. أنا هلا بسمعكم اللي عندي بكل تواضع وأنتوا حكموا. يلا بنسمع. أنا مو ولهان أنا الدنيا من الوله محتاجك أبي. والله مو تعبان أنا شوفي مو تعبان أنا الدنيا من التعب راحتها إيدين. أني ناقص حب ثاني أنجرح منه وعاني. أني ناقص حب ثاني جرح منه وعاني. الله يرضى لي عالي. فكركم بعد 8 سنين هتبقى دي أول سنة اللي هينجح في أول مرحلة فيها. نسمع كارول. كتير خايف. خلاص غنيت هلأ. سامح عندك خامة صوت دافية وفاتت على قلبي من أول ما بلشت تغني. بدك تساعد حالك بس إنه يكون كتافك شوي هيك واسقين أكتر. هيدا رأيي. وائل. أنا بحبك كتير. مو بحبك مشان تنجحني. لا والله. أنا بحبك بحبك. بحاول أكتر من هيك. ايه لسه؟ ليش حكيت شيء وائل؟ انا اخر شيء رح هو حكى انا رح احكي اخر شيء. بس بدي اعرف شو كانت مشكلتك لهلا بعد ما عرفت مشكلتك مع كل برامج الهوات اللي قدمت فيها. ما بعرف، بطلع على المسرح بقدم احلى ما عندي بس ما بعدي. هيدو في مشكل قديم يمكن بينك وبينه. والله ما بعمل مشاكل، ادم كثير انا. اتمنى لك التوفيق وانا حبيت احساسك كثير. بتشرف. اوكي رح نبلش نصوت. تك تك تك. كارول رح كون أول يس لإلك ليلى. حبيبتي أنا استمتعت بصوتك وبأدائك. يس حسين أنا بعطيك فرصة وبقولك يس. يا كتير ظلموك بالبرامج اللي قدمت فيها يا أنه أنت عملت تقدم ملحوظ، فأنا رح قلك يس. رح تاخد 4 يس منه. أنا بشكركم كتير. خليكوا معنا بعد الإعلان، هنشوف الفرقة المصرية شادو وورد عاملة ايه. وش تشوفه تلاقي البسمة مالية وشه، ووش تشوفه تزعل من الناس كتير بيغشوا. اللي يقول لك نوت رجعنا لكم وانتوا اكيد مع اكس فاكتور. الفرق هي ميزة اكس فاكتور، ومعنا الليلة من مصر فرقة شادو وورد. شادو وورد باند، بليز تفضلوا معي. باند بتاعنا اسمه شادو وورد باند او خيال الكلمة. ده بيتكلم عن اللي هو عاملين السولو مع الراب، بنطلع حاجة جديدة. انا واثق في نفسي. واثق ان انا بقدم حاجة مختلفة. سواء كسبت او خسرت، لو انا مش واثق في نفسي انا ما كنتش هاجي. اللي بيحب المجال بيدي فيه. هي عايزة تبقى مشهورة. هي طلبة الشهرة. عملنا كل حاجة تمام ممكن انت تتخيلها اصلا عشان نيجي اكس فاكتور اساسا. I'm not singer or actor, I'm the one in the X Factor. احنا X Factor. مساء الخير. مساء النور. تعرفونا عن حالكم؟ غادة سعيد من مصر. اهلا وسهلا. علي جمال من مصر. هتغنوا ايه؟ هنغني اغنية وشوش، هي راب وار ام بي. انتوا بتكتبوا النصوص؟ واحنا اللي بنلحن واحنا اللي بنعمل البيتس كلها. واو واو حلو. برافو. تفضلوا. واو. الدنيا اللي عايشينها ياما فيها وشوش كتير، في منها وش الغني في منها وش الفقير. في وش تشوفه بيضحك في وش دايما سائل، في وش تشوفه تحزن دموعك تنزل من العين. في وش تشوفه تفرح دنيتك تبقى بين الايدين. في وش تشوفه على الغضب طبعا بعيد عن السمعين. في وش تشوفه تلاقي البسمة مالية وشه، ووش تشوفه تزعل من الناس كتير. فاحنا مركب من الورق والبحر السحب، فالوش بيعبر
فيجر صاحبه ووش من صاحبك اللي على طول فهمك وواقف جنبك ووش من والدك لما يكون عارفك انك بتعمل غلط وفي نفس الوقت بيحسسك بالخوف عليك. وانا مشروعي في الحياة اني اضحك ما كشرش في وش حد فرب الملكوت. الدنيا بتلف بينا بنشوف حاجات غريبة كان نفسي اقولها من زمان. جميل 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 جدا. كتير فهمانين شو يعني فريق، شو يعني روح الفريق، عارفين قصص كيف واحد يكون فريق، كيف تغنوا وتوزعوا الادوار. يعني بالفعل وجوهكم معبره وانتم اصحابها، مثل موضوعكم كمان بالفعل كان معبر وجميل جدا. الشغله الحلوه انه انت بتحب تضحك، هيدا مغزى الاغنيه. ونحن كمان بنحب الناس اللي بيضحكوا لانه بيجيبوا الخير وبيجيبوا الانرجي الحلوه. انا دايما وشي بيضحك حاجه بتقول عسل. الدنيا اللي عايشينها يا ما فيها وشوش كتير، في منها وش الغني في منها وش الفقير، في وش تشوفه بيضحك في وش دايما سئيل. اكزاكتلي هون ما بنحب نشوفه. واللي يقول لك نو يبقى هو سئيل. فانا يس. ومني يس كمان. يس. يس يس مصر يس انا مصري ايوه انا مصري يس. عشان تلحق الفرصة الوحيدة اللي ممكن تخلي حلمك مكمل لازم تعمل المستحيل. ويحيى من الجزائر عمل المستحيل عشان يوصل اكس فاكتور ويقف قدام اللجنة. والمستحيل انك تنام في عربية فيها 5 اصحابك وانت مستني فرصتك والعربية ما بتشيلش الا 3. يحيى طبيش، عمري 24 سنة، لسه مكفي دراستي ماجستير علوم سياسية. والله السفرة كانت شاقة جدا، احنا عندنا فيضانات في الجزائر بحكم يعني عندي اصدقائي جاوا معي. انا عمري ما كنت بغي. انا كثير محمس، جاي من الجزائر، نايمين هون في السيارة كله مشان اكس فاكتور. مازال واقفين يعني بعد مسار طويل جدا وبعد الاحداث اللي في لحظة ما اني قررت اني انسحب، يعني في لحظة ما. وصلنا 3 صباحا لزوتيل نيابا دي زوتيل. 3 صباحا مين راح يبيتك على 3 صباحا؟ قررنا ننام بالسيارة. ربما سكوني في هذاك المكان وراح يكون انطلاقة كبيرة. بتعمل ايه من شويه؟ قنبله. ايه هاي هيك هاي طلعات هاي القنبله، تحضير القنبله. هي دي تحضير القنبله. تفضل. جود لك. مرحبا. اهلين. تعرفنا باسمك. للشرف العظيم، يحيى طبيش من الجزائر. واحنا كذلك لنا الشرف. يا مرحبا باهل الجزائر. اهلا. كم عمرك؟ 24 سنه. ما تعبت ان شاء الله؟ لما نشوفكم هيك ألف يزول التعب يزول كل شيء. الله يعطيك الصحة، نورت. شو حتسمعنا اليوم إن شاء الله؟ سمعكم راي جزائري. تفضل تفضل. وعبد القادر أبو علي مديق الحيل عليا هديوي حيلي أبو علي مسيدي روف عليا عبد القادر أبو علم ضيق الحيل عليا دوي حيلي أبو علم سيدي روف عليا. مجهودك وتحسب وانت راجل قايم خديمك دير مزيان وعبد القادر
لاحظت عليك انه مانك مهتم بالغنى بقدر ما انت مهتم بالناس، يعني كثير اتخذت مع الناس وحسيتك يعني ما اخذتني على مطرح ثاني. سو اللي بدي اقوله وائل واللي انا بدي اقوله انه من وقتها ما طلعت ما رح نحسبها نقطة بشعة، بس نقطة انه يمكن زعجنا منها انت وعلى المسرح، بلشت بدك تحمس العالم قبل ما تغني يعني، وهيدا الشيء اصلا ما بيعود يخليك لا انت تسمعه ولا نحن نركز معك، ما شفت شيء جديد. يحيى صوتك يعني منه سيء، صوت مقبول وبس ما في شيء عم بيصير فعلا على المسرح قدامنا، يعني ما عم بحس ب ب بصوت بفن، عم بحس حدا حابب يتسلى وسلينا وسلى الجمهور وبس لا اكثر ولا اقل. لا لا خلص كيفي، هذا رايي. يمكن مثل كلام كارول، صوتك مقبول، ايقاعك كان كويس على الايقاع، بس نغماتك فالته كثير عن الموسيقى، اعتقد انها ما في رايي انا الشخصي ما تكفي، تشتغل على نفسك يمكن برايي انا، حتحاول انك تقرب شوي من اللحن ومن الموسيقى، اغنيه جميله وحركيه، انت التهيت في الجمهور، الجمهور يمكن لهاك عن التون وعن هذا، فاعتقد ان نصوت نبدا من عند كارول لو سمحتي. يحيى نو. وائل؟ انا نو. انا نو. وانا كذلك اسمح لي، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الايام. شكرا شكرا. مربية اطفال بيبي سيتر، والي باربي، نخدم في المسرح، راقص، أحاول فيها أن أنام، أحاول في نفسي جمع عناصر انسجام. ويا المدقدق بن عمي وروح قلبي روح يابا. طب ليه كده تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك؟ طب ليه كده تبعد تاني تخلف وعدي روحي معاك؟ طب ليه كده تشغل اشغل عقلي وبالي معاك؟ طب ليه كده تبعد تاني تخلف وعدي روحي معاك؟ حبيت أدائك، هنيك على أفلاتك أكيد. يس أنا يس كمان. يس فور يس يس أكيد يس. عم شو عملتي فينا مثل الورق طيرتين؟ انت دايما في خيالي وفي منامي. الله اكبر الله يا البل بحب. صوتك فعلا نادر جدا. لا 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 اكبر يس في الدنيا. يس من كل قلبي. يس شكرا شكرا. يس في حاجة مش مريحة وائل. إيه هو الموضوع اللي شاغل بالك؟ كوري شو خيي؟ انرجي 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 ضروري. ما تروحش لبعيد، بعد الإعلان في حاجات غريبة هتحصل. مواهب كتيرة بس الانتظار طويل، يا ترى مين اللي هيولع المسرح ويقدر يقنع اللجنة؟ رجعنا لكم ووائل حالته غريبة، يا ترى ايه اللي هيعمله وائل؟ بقى طلع يغني. سوري بس ما عم غنيت قبل هيك؟ لا هيدي أول مرة. شو حتسمعنا هلا؟ عم يطلبوا منك تغني لإليسا. أي غنية؟
ردوا يا هوا لعندي صر لي المسافات حامل بايدي وردي هاتوا ذكريات. موضوع نبدا نصوت عشان ما رح اقول لك نو. اسمح لي اعطيك نو. وانا من عندي نو كمان. يعني نعتذر منك؟ عن جد انا بتعطوني فرصة ثانية بس لا بليز لا بليز فرصة ثانية ما عندي وقت لا بس ممنوع. بليز كلمتين لأنه خايف كنت أول مرة بس نعطيه فرصة؟ نفس الجملة نفس الجملة تفضل أنا رح قادش هلا هلا رح قادش ردوا يا هول عندي خسر لي المسافات حامل بإيدي وردي أهات ذكريات حبيبي يلي بحبه قلبي معلق بقلبه وائل هيك ما رح تنزل صوت وائل ما كانش مقنع يمكن معلش بالحياة في فرصة تانية وائل ما بقى بده ينزل عن الستيج اه عندنا شغل يلا بلازم بليز جود انرجي والله وبعد ما الجو بقى مولع وحماسي في المسرح الاختبارات لازم تكمل مروة أحمد من اسكندرية عندي 26 سنة أنا النهاردة جاية مستحلفة الصراحة هدفيها أحققه ولو بعد مليون سنة معقولة مروة من مصر يكون عندها العنصر اللي بندور عليه أنا أخليهم يقولوا الصوت ده طالع منين أوعدك أنا خايف تخشي خالص والله أنا هعمل اللي عليا وهنسى أشوف مطربة بس أنا هحاول إن أنا أثبت نفسي في إكس فاكتور وأحاول صوت مروة اللي ما تسمعش بقاله سنين يتسمع هنا مساء الخير مساء النور تعرفين عن حالك من وين جاية؟ مروة أحمد من مصر أنا عندي 26 سنة 26 سنة؟ بتشتغلي يعني؟ مش عارفة أشتغل حاجة عشان بغني بس من بحري ونحبوه ها؟ خلينا نسمع صرخ ولا حتى يسأل في التاني وبكرة تشوف بانيك وامشي بان شوف جاي مني وريني بان هتروح على بين لا 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 يا حبيب على مين يعني من مال يا مروة دمك خفيف مثل كل المصريين ومهضومة من ناحية صوت عم بتصرخي كل الوقت أنا برأيي عندك صوت قوي أكتر ما عم بتعيشي الأغنية وتوصلينا إياها بشكل أنه نقدر نكون مرتاحين نحن وعم نسمعك يمكن خيار الأغنية عن جد بعيد كثير عن صوتك أنا خالف لجنة الحكم تماماً أخالفهم لأنه أول مرة أسمع بنت دلوعة وتغني بصوت جهور يعني بصوت قوي يعني أنا حبيت الميكس هذا كبيرة جداً يس بتاعتي سو إليسا لا أنا رح أعطيك فرصة صراحة يس في عندك حل من اثنين عندي يا برحمك هلأ وبقلك يس ومرتجي مرتجي أكيد ما برحمك يس بس كوني أكيد إنه المرحلة الثانية إذا ما حبيت كوني أكيد ما رح أنا رح أقول لك يس أشتغل على نفسي بعد كده وهثبت لهم إن هم ما اختاروش حد غلط وشهادة حسين الجسمي على روسي حسين كان رأيه مختلف عن باقي اللجنة ومروة عدت مرحلة الاختبار وتأهلت لمرحلة المعسكر هنتعرف على منال ومريم من تونس أنا منال وأنا مريم هي أختي وأنا أختي نحبوا بعضنا برشا ماذا بينا نتقابلوا زوج الاتنين إخوات بس كل واحدة عايزة تقدم لوحدها هي ما نجموش نقدموا مع بعضنا خاطر هي ستيل وأنا ستيل كل واحد يعني ستيله هذاك علاش كل أصحابهم شجعوهم عشان يدخلوا كفرقة
قالوا لنا ادخلوا مع بعضكم اصواتكم منسجمه مع بعضها تعمل حاجه مزيانه. انا نشوف بعضكم، انا نشجعكم باش بس منال ومريم مش مقتنعين. الصوت طلع مزيان برشا برشا، معلش انا مش متشجع. وانا كمان اي كلنا كل واحد شو يدخل وحده غيرنا، وتوا بدلنا شو يدخلوا مع بعضنا خاطر لازمنا الاتحاد اكس فاكتور. القرار طلع ومنال ومريم هيدخلوا كفرقة. بليز تفضلوا معي من هون بليز. انتوا كل واحدة فيكم كانت واقفة لوحدها برا، ايه اللي حصل؟ مش ندخل مع بعضنا خلاص. هتغنوا مع هتبقوا جروب؟ ايه الاثنين. فجأة قررتوا الصبح تبقوا جروب؟ خلاص يا نقعد سوا يا نروح سوا. انا نمشي مع اختي ما كانش لها زادة، نمشي مع اختي ما كانش لها ونيتك. طب وهتغنوا ايه بقى؟ يا عيبو. لا جاهزين. لا خشوا يلا جود لك. تعرفون عن حالكم؟ مريم. منال. كأن في شوي شبه. اخوات. اخوات. من وين جايين؟ من تونس. تفضلوا. شوي اتهن جسمك بالقعد مهدى، يا عم شوي اتهن جسمك بالقعد مهدى، بس الحلوة على خدك يمكن تعمل لك قصة، حاجة تحن وحاجة تريد وعبواب الحلوة رزت، حاجة تحن وحاجة تريد وعبواب الحلوة رزت، اتأكد ما بيفتح لك باب كل مفاتيح ستو يا جدو تحيا شايفتك يا عيبو يا عيبو، حاجة تقلل هايفتك يا عيبو يا عيبو. أنا شفتكم سنتين كيوت مع بعض تغنوا، ما ححكم على الصوت، شفتكم كيوت يمكن أسبق باختياري، بس شفتكم يعني ما أقنعتوني نوعا ما في الغناء، اسمحوا لي. أصوات مقبولين لحدا بحب يغني، بس صراحة لما عم تغنوا سوا عم بتكونوا أحسن بكتير من إنه كل واحد تغني لحاله. وائل. أنا اللي سمعته المذهب كنتوا عم تنشزوا كل الوقت، المذهب كان نشاز بعدين جاتوا شديتوا بالكوبليه. شو كارول؟ أنا لقيتهم يعني بيصلحوا إنه يكونوا كورال، لأنه بس يغنوا مع بعض في تناسق وانسجام. نصوت؟ طيب والله أنا بعطيكم فرصة وبقول يس، وأتمنى أنكم ما تخذلوني. إسامة. إليسا. والله أنا بعطيهم يس كمان. إذا بدي أحكم ككورس ككورال مع بعضكم. هادو مين؟ كمان رح أعطيكم فرصة وإلكم يس. يعني عم نعطيكم فرصة صراحة، يمكن عم نكون أنفير بحق يعني بحق كتير ناس، بس بركب قدموا لنا شيء مهضوم أكثر مرة الجاية. وائل. خلص صار عندكم ثلاثة يس، مبروك. تفضلوا. موفقين موفقين إن شاء الله. مبروك. مصدقين اللي حصل؟ يعني معجزة، فتنا صدفة مع بعضنا و يعني كل شيء صار صدفة وتقابلنا صدفة، فرحانين برشا. الصوت والشكل والحضور هم حاجات أساسية في برنامج اكس فاكتور.
عشان كده وسام دلاتي كان عنده حضور مميز. يا ترى صوته هيكون مميز برضو؟ انا اسمي وسام دلاتي ودارس علاج فيزيائي ودارس كمان دراماتيك ارتس. مزاروني تعرف اداء عمني تحت 99. أنا بحب أطرح نفسي أو كيف أنا بلبس، بحب أخذ كتير قصص كلاسيك بس أكسرها بطريقتي الخاصة، ما بحب أكون أشبه حدا تاني. هيدا أنا مصممه، اسمي بالعربي وشكل بسيني. أنا أبداً من مغني ومغني بحياتي وما عندي فرقة. أنا صراحة هلأ حبيت فوت بأكس فاكتور لأنه حسيت أنه عندي هذا الأكس ألمنت. أنا في عندي ولدين توم، هن بنتين، بشتغل معهم مساج وعرفوا إنه أنا جاي، قالوا لي إنه بدي سبورت كتير معنا، قلت لهم أنا حاجي لحالي، قالوا لي لا 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 أنا ببعت معك أقوى اثنين بالعالم. بقى جبت همسة ولمسة يلي هن أقوى اثنين بالعالم، هن بشجعوا وهن كمان البادي جاردية تبعولي. يلا جود لك. شكرا. طولوا بالكم علي، انطروني ورح فجئكم. ايه اللي هيعمله سام؟ عندي همسة ولمسة. اكيد هنعرف بس بعد الاعلان. مساء الخير. مساء النور. تعرفنا عن حالك؟ وسام دلاتي. شو بتعمل؟ أنا عندي 4 اختصاصات، أول اختصاص هو العلاج الفيزيائي، عندي دبلوم دراسات عليا بالتمثيل والإخراج. بسم الله. عندي كمان شهادة خدمة اجتماعية، وهلا عم خلص الماجستير، عم بكتب الأطروحة للسبيشال إدوكيشن كونسلينج، يعني التربية المختصة والاستشاريات. ما شاء الله. أوكي، طب شو رح تسمعنا؟ حسمعكم حبيب حياتي بغنيها عبد الحليم حافظ. أوكي. حبيب حياتي كل أهاتي، حبيب حياتي كل أهاتي، بتغير عليه من رمش عينيه، بتغير عليه من رمش عينيه، خلاص لقيته وعرف بيته وتلمي شامل القلب عليه. حبيب حياتي. شو رأيك بالتجربة تبعك اليوم؟ زيادة للاختصاصات تبعك. كتير حلوة، وأنا بالنسبة لي هيدا يعني زدته على كل حياتي، وتجربة كتير رائعة. حتى لو ما بقيت. حتى لو ما بقيت. وسام يمكن ما وصلني إحساسك معاي، أنا أتمنى لك إن شاء الله حظ أوفر. وسام يعني ثقافة موجودة وكاركترك مهضوم غريب، بس صوت منين بجيب لك؟ بده تدريب، معك حق. طبعا. وسام حبيت أنك عامل مجهود على اللوك، بس الشيء الأساسي اللي هو الصوت شوي ضعيف. شكراً. أنا بالنسبة إلي نو. وأنا نو. وأنا كمان لا. أنا عندي شغلة بس لأنه أمنوني أماني. في أماني بدي أوصلكم إياها. تفضل. تفضل. أقرب لعندكم. بس. تفضل فيك تتصور. تفضل. أهم شيء ما عندك فرد. لا. لا. عندي همسة ولمسة. هن من البنتين. قوة الهمس وقوة اللمس. الهمس لإليسا هي ذكرى منهم. مرسي. واللمس لكارول كمان هي ذكرى منهم. تحسبي؟ أنا كتير مبسوط. اكسبيرينس حلوة؟ اكسبيرينس كتير حلوة أكيد. أنا عارفان حالي الحمد لله، أمي ربتني على أمثال كتير مهمة، واحدة منهم هي إنه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه وقف عنده. أكيد أنا أول ما أشوف غني يعني. V
في ناس سابوا كل حياتهم وحطوا أملهم في تجربة أكس فاكتور. أي لغة كنت عم تغني حضرتك؟ هندي. حتى ما عرفت إنه هندي صراحة. وكانت الصدمة كبيرة عليهم لما قابلوا اللجنة. شو بدك مني بعطيك؟ ما في إحساس بالصوت، فاعتذر. ويا هلا. لا. أنا لا. نو. وأنا كذلك نو، اسمحي لي، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الأداء كان منو جيد، مع إنه غنية إنه منا كتير صعبة. طب هدي أعصابي شوي بالراحة. لما تجيبوا حكام تعرف قيمة الناس اللي تغني وقتها واحد يجيب. اللجنة دايما عايشة تحت ضغط من الجمهور في المسرح، وتعليقاتها على المشتركين أحيانا بتكون قاسية عشان مصداقيتها، زي إليسا مثلا. إليسا صريحة مع المشتركين وعفوية في تعليقاتها. سوري بس ما اعتبرت إنك عم تغني. أنا ما حبيت. إليسا الصريحة الصارمة. يعني أنت بتحب النجومية والشهرة كتير صح؟ صح. بس أنا ما بحبك. ما عندها مشكلة بتقول رأيها بكل تجرد، وهذا الحلو فيها. رغم نجوميتها العالمية فهي دايما متواضعة مع المشتركين. Can I kiss you؟ نزلت لي دموعي كارول. كارول بتقول دايما نصايح للمشتركين حتى الخسرانين. بس لك تنتبه بس تطلع على عالي عم بتخن من منخارك. كارول مثل ما انا بشوفها عندها غزارة افكار. تعصري صوتك يعني. خبرتها في المسرح خلتها تعرف تختار مين فيهم في النهاية. انت كاركتر على المسرح. كارول فوق درسي مسرح ايه؟ مثل هلو. كارول بيعجبني حماسة. إليسا وكارول يعرفوا إيه المطلوب في صناعة الموسيقى، والمطلوب هو شخص عنده الأكس فاكتور. في ناس بيحلموا يكونوا مطربين، بس في مشتركين قدموا بيشتغلوا فعلاً مطربين. هنتعرف على نور من سوريا. نور العمار، عمري 28 سنة، اشتغل مطربة. شاركتي بالأكس فاكتور هي طموح لإلي، يعني هدف لحقق حلم أنا ببالي من زمان. حبيت شارك بالبرنامج قلت بوصل للناس أسرع. حب الناس تشوفني أكثر وتسمع صوتي تعرفني أكثر. اسمك ومن وين؟ اسمي نور من سوريا. شو حتسمعينا نور؟ دارت الأيام لأم كلثوم. ما شاء الله، سمعينا تفضل. ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت إن خاصمته ونسيت اللي سيرته وسمحت عذاب قلبي 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 وحيرته معرفش ازاي انا كلمته يا نور. الله يخلي سوريا اللي تطلع أصوات حلوة مثل هذه وأشكال حلوة كمان. أشكال وأصوات حلوة ما شاء الله. الله يسلمك. شكراً. نبدأ مع إليسا هالمرة. نور عندك خامة حلوة تشبه لك. تسلمي لي. وأكيد في محلات على الخوف أكيد طلعت شوي بس بالمطلق غنيتي حلو وعندك عرب حلوة وعندك إحساس وقفلات حلوة.
أنا حبيتك. سلميلي. وائل. صوت وحضور وجمال. الله يخليك. بشوف فيكي موهبة. عندك عرب كتير حلوة بس ما تكون بشكل عرض عضلات. يعني نكون عرب بسيطة لا تقدر تتملكي بالجملة الغنائية اللي عم بتقوليها. بس هيدا كل شيء بحب لك اياه. وصلتيني يعني تو ذا ماكسيمم. حبيت صوتك واحساسك كثير. باين الخبرة، باين الطلعة والنزلة، فأعتقد انه هلا لازم نصوت. نبدأ من عند اليسا بعد اذنك. رح اقول لك يس. 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 نور عندك فور يسز. شكرا الله يخليك. تعالي 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 اقول لك حاجه بس. والله نشف ريقي ما عاد طلع ريقي ابدا. راح خلاص الريق. راح ريقي ونشفت ما عاد فيني ولا اقولها ولا بطرشط ما عم بسمع. النهار الطويل قرب يخلص واللجنه لازم ترتاح قبل ما تكمل. بس يا ترى مين من المشتركين لفت نظرهم في الاختبارات؟ اليوم حلو كثير. بعتقد نقينا عدد كبير ممكن. طبعاً كان غير بارح. وإن شاء الله كل يوم بيكون أحسن من اليوم. يلا اليوم مبسوطين أكثر لأنه اليوم بلش يبين أنه في أصوات وحتى صراحة الناس عندها حضور حلو. نور حلو صوتها. نور أنا عايز حبيت صوت. أنا عايز صوت بس. حبيت نور وحبيت صوت نعمة. حلو صوت. رقيق صوت. هي عندها إحساس ناعم. أنا حبيتها كمان. الحمد لله في أصوات. مش دايماً المشتركين بيتقبلوا النتيجة. في ناس بتاخدها هزار زي وسام. يعني اللي عندكم؟ بس تفضل فيك تتصور. في ناس ممكن تجادل اللجنة زي أسمى شفاء. أنا نو أكيد. ليش؟ أنا رح أضطر إليك نو أسمى. بس أنا تعبت كتير. في ناس بتنهار في الكواليس. لا لا تصور لا ما وفي ناس بتجاوب اللجنة زي أمل عدبي من الجزائر. أمل غنت قدام اللجنة. إذا بدك أنا بالنسبة لإلي يعني كنا بعاد شوي. أوكي. بعاد كتير. أنا أعذريني ما وصلتيني. يعني أنا اللي شفته إنه أنت بتحبي تغني. أنا أغني طرب. يمكن زاعدين هيك أصحاب عم تغنوا وعم تتسلوا. لا بغني طرب. يعني عملت مشوار وجيت على لبنان. أول مرة بتجي على لبنان. ثاني مرة. ولما إليسا أدتها رأيها ما كانش على أمل إلا أنها ترد على إليسا. عملت مشوار حلو وجيت قد شكراً. بس ما إجيت لعندك، جيت للبنان. باردون؟ إجيت للبنان. أنا ما حبيت. أوكي. تصويت حسين. أنا أعتذر منك نو. أنا لا. أمل نو سوري. شكراً. لا. طرب. كرهتك. وتكرهني. دي كانت أول مشتركة ترد على اللجنة في إكس فاكتور. إيه الشجاعة؟ كل المشتركين اللي قدموا في إكس فاكتور دايماً في حد من عيلتهم أو أصحابهم شجعهم. ماريتا من لبنان جابت العيلة كلها عشان يشجعوها في الاختبار. اسمي ماريتا بن عدد، عمري 18 سنة، أول سنة جامعة. جاية مع أهلي وأصحابي. أمي نينا وبي جوزيف وهن اليوم معلي شجعوني. أنا بشجع أكيد 100% يعني إذا هي موهبتها بشجع أكيد. هن اللي دعموني أكثر شيء أكيد رح بيضلون وراي ورح بيضلون معي وين ما أكون ورح بيشجعوني على طول. ما بدنا تتوتري، أهم شيء ما تتوتري وتفوق بس تركزي على اللي بدها توعد بهن تحقق أمنيتها، وإذا كانت هالموهبة بدها توصلها لمحل ما يكون حاجز بطريقة. كل مين كل الناس دي؟ كلهم اهلي وخيي واصحابي. بتشجعوا مين؟ ماريتا.
اليوم اكيد احلى نهار لإلي، وخصوصا اذا نجحت اكيد رح يكون نهار ما بنسي بحياتي. اسمي ماريتا ابي نادر من لبنان. شو بتعملي ماريتا؟ اول سنه جامعه انتيرير ديزاين. شطوره. مغنيه شي محل قبل؟ ايه بغني يعني كاراوكي وهيك قصص. شو بدك تسمعينا؟ لسارة الهاني يا ليل انا بحبك. تفضل. مين اللي قال مين سافر الحلم سنين وبعيد وداني قلبي انا اللي اختار يمشي عدرب النار يعشق قمر تاني. ومين اللي قال مين سافر الحلم سنين وبعيد وداني قلبي انا اللي اختار يمشي عدرب بالنار يعشق قمر تاني. ويا ليل انا بحبك دربي على دربك كيف طوعك قلبك تبعد وتنساني مهما الزمن يطول والحب بدنا يزول وانساك مش معقول بتضلك الغالية. يا ليل انا بحبك دربي على دربك كيف طوعك جاهزين؟ هنسمع دلوقتي هيقولوا ايه؟ ميرسي ماريتا. أنا لقيتك مهضومة ولقيت صوتك حلو بس مش لدرجة إنك حاضرة 100% صراحة. ماريتا أنا لقيت صوتك مطواع يعني لين بلف وبيبرم وبيقول عرب وبيقول أشياء. فيك تطلعي وفيك تنزلي. صوتك ذكي. تحتيل عندها احتيال بالمغنى. ايه. شفتك مقبولة يعني كبنوتة تغني بأسلوب حلو، شفتك مقبولة. فينا نبلش نصوت، أنا بقدر أقول لك أوكي. أنا شخصياً بقول لك يس ماريتا. ميرسي. وأنا كمان يس. يس. أنا مصرة إنه بعد منك حاضرة 100% تكوني معنا، بس ما دام أخذت 3 ياس فيك تشتغلي على حالك أكثر وتفرجينا مرة الجاي شو بيكون في عندك، بس أكيد عندك حد أدنى من كثير قصص، الحضور الحلو، الصوت الحلو بس بده شغل بده قوة أكثر صراحة. مهضومين مهضومين مهضومين. خيالي من غير التشجيع والعيلة الجميلة ما كنتيش هتعرفي تعملي كل اللي انت عملتيه صح؟ إبراهيم عبد العظيم عمل مشوار طويل من ليبيا مخصوص عشان يلحق فرصته في اكس فاكتور. معقولة المشوار يستاهل؟ يعني اوريدي عندي ثقة شوي بعد التوتر. في توتر محتاجة حبة ثقة في يوم؟ اه. عرفنا عن حالك. ابراهيم عبد العظيم من ليبيا، عمري 27 سنة، طالب كلية آداب قسم جغرافيا. شو رح تسمعنا اليوم؟ اللي لقى أحباب الفنان راشد الماجد. تفضل. اللي لقى أحبابه نص أصحابه يا دنيا يا غرابة يا دنيا يا غرابة كان العشام يبقى لي ويموت فين لحالي كان العشام يبقى لي ويموت فين لحالي لما ترى في بالي كذا الغالي ينسى ويطول غيابه ينسى ويطول غيابه أيام كام عشناها يا محلاها وشلون بس ينساها شلون بس ينساها صار بسلامة يبخل وتمر سنة وما يسأل صار بسلامة يبخل وتمر سنة وما يسأل
شلون يا زمن الاول كذا تحول ولعشرته كذب لي لعشرته كذب. مساحة صوت حلوة ما شاء الله، تغني أكتاف كامل. في حاجز ما قدرت هيك تطربني؟ ما رح أقول لك إنه كان الأداء فظيع، بس كل الغنية على صوتك مع بعض حسيتهم أنا واصلين لإلي. شكراً أستاذة كربل. ما في شك إبراهيم، ما عندي أي تعليق على صوتك وأدائك لأنه كانوا مناح، بس أنا شخصياً يمكن اللي أديته ما انبسط فيه، سو من سويت. أنا بقدر أقول نو. أنا بالنسبة إلي صوتك بينعطى فرصة، فمشان هيك رح أقول لك يس. شكراً شكراً. حسين. إبراهيم، أنا بعطيك فرصة يس. شكراً أستاذي، شكراً شكراً. لا أكيد رح أقول لك يس. معك ثلاثة يس واحد نو، تأهل معنا اليوم. شكراً شكراً. مش قادر أتنفسي. مبروك ترش كده بيه. مبروك. الله يبارك فيك. واو. النهار خلص، وعلى مدى أربع حلقات شفنا وسمعنا فيها أجمل الأصوات وأغربهم، اتعرفنا على قصص المشتركين ومشوارهم في تجربة أكس فاكتور. السفر كان شاقة جدا، احنا عندنا فيضانات في الجزائر، لازم نغني. والحلم مكمل، وفي النهاية 81 مشترك تأهلوا معانا للمرحلة الثانية، مرحلة المعسكر. واحد وثمانين مشترك بيتنافسوا والهدف واحد، الجائزة الكبرى، أكبر عقد إنتاج موسيقي من روتانا وسوني ميوزيك وفرصة العمر من بيبسي. بس ده كان أول المشوار، دلوقتي الواحد وثمانين مشترك هيتقسموا إلى أربع فئات: فئة البنات من 16 لغاية 25 سنة، فئة الشباب من 16 إلى 25 سنة، فئة الفرق، وفئة ما فوق 25. كل فرد من اللجنة هياخد فئة وحيكون هو أو هي المسؤول عنها، بس اللجنة ما عندهاش الاختيار في الفئات، الفئات بتتوزع عليه، وكل فرد من اللجنة لازم يعمل المستحيل عشان أي مشترك من الفئة بتاعته يوصل للنهائيات ويكسب الجائزة الكبرى. وهنا المنافسة ما بينهم هتشتد في مرحلة المعسكر والمرحلة الثالثة. أكيد في منافسة بين أعضاء اللجنة، بس أكيد بروح رياضية. في النهاية نبحث عن هدف واحد، كل شخص منا بيعمل جهده أنه يكون اللي عم يربح من عنده ويوصله ليكون نجم إكس فاكتور. أكيد صار في منافسة بين أعضاء اللجنة، ولكن بالنهاية كل واحد اختار الموهبة اللي هو بيحبها، وإن شاء الله نقدر نوصلها. المنافسة ابتدت بين المشتركين ومع اللجنة كمان، ودلوقتي وقت اللجنة تعرف مين مسؤول عن أي فئة منهم. ما عطرتوا هالتليفون. ألو؟ 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 أي فئة؟ عم تمزح؟ عارف عارف. آه والله؟ أنا قلت أنا مسؤول عن هالفئة. يلا بلش التجميل الإجباري. أوكي. حيزعلوا مني شوي إليسا ووائل وكارول. وعدكم انه نحن رح نربح هيدا تشالنج. لا في شغل في شغل. دي كانت اخر حلقه في الاختبارات، واحنا لسه في اول المشوار. في الاسبوع اللي جاي المشتركين هيتنقلوا للمعسكر. وفي كل معسكر في مهمات، وعلى مدى يومين المهمات بتتغير، وعلى مدى حلقتين بيتم تصفية المشتركين من اليوم الأول لليوم التالي.
لغاية ما نعرف في اليوم الثاني مين هم المشتركين اللي حيتنقلوا للمرحلة الثالثة. الله يستر شو حيصير. خربت الدنيا كلها. بقى الأقوى. خفت. فريقي لازم يكون قوي. بدي فريقي ينجح. لو بدكم تزعلوا أنا بدي نقل أحسن منكم. مثل ما أنتم كافيين يعطيكم ألف عافية. صفر. نو. لا. وأعتذر منكم ما حتكملوا معي. حرام. أقولك فكرة هاي تبدأ تغني. عشان الناس يحترموك بتحترم الناس بيحترموك. سوري. خلاص. مش عايزة حد يصورني لو سمحت. أنا معقول عم تحكي له معقول راسك يعني. طب شو الحكي هذا؟ أنا بترك البرنامج شو أنا عم تحكي؟ هتولع. الوضع بقى مختلف والمنافسة ابتدت والكل عينه على الهدف. الكل حيغني. بس مين عنده الاكس فاكتور؟ هو ده اللي بندور عليه. عنده اكس فاكتور. وما تنسوش ممكن نتابع كل اخبار البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي على العناوين المكتوبة على الشاشة.